السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا ناس يا طيبين؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنكمل كلامنا بقى على التفاعلات بتاعة الألكحول، ونتكلم على الأكسدة بتاعة الألكحول، ونشوف بقى ايه اللي بيحصل للبوتاسيوم برمنجانيت، ازاي لون البيربل بتاع البوتاسيوم برمنجانيت اول ما نحط عليه شوية ألكحول كده بنلاقي اللون ده بيختفي، اشمعنى الكلام ده؟ وايه اللي بيخلي اللون بتاع البوتاسيوم برمنجانيت يختفي؟ وايه تكملة التفاعلات بتاعة الألكحول؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. تعالوا نفتكر المره اللي فاتت احنا كنا بدانا الكلام على ايه. كنا احنا بدانا الكلام المره اللي فاتت على البروبرتي بتاعت الالكحول. اول حاجه اتكلمنا على الفيزيكال بروبرتي اللي كان مهم فيها الووتر سوليابيليتي والبويلنج بوينت، الكلام اللي له دعوه بالهيدروجين بوند، ودخلنا بعد كده في الرياكشنات بتاعت الالكحول. وقلنا في الرياكشنات بتاعت الالكحول هم بيقسموها بطريقه ظريفه شويه. اول حاجه تفاعلات ليها علاقه بالاتش بتاعت مجموعه الهيدروكسيل بتاعت الالكحول، فلو بتفاعل مع الاتش لوحدها دي ليها نوع من انواع التفاعلات. تاني نوع من التفاعلات بنتفاعل مع الاو اتش الهيدروكسيل جروب على بعضها. ثالث نوع من التفاعلات بنتكلم على الكاربينول جروب. رابع نوع من التفاعلات بنتكلم على الهول موليكيول. بدأنا الكلام المرة اللي فاتت بالتفاعلات بتاعة الهيدروجين بتاعة الهيدروكسيل جروب، واتكلمنا على حاجتين: الأسيديك كاركتر بتاعة الألكحول إن هو ويك أسيديك لو اتفاعل مع أكتف ميتال زي الصوديوم أو البوتاسيوم، واتكلمنا كمان على تفاعل مهم قوي في آخر الحصة بتاع الإستر فورميشن أو الإستريفيكيشن، إن أنا بشيل إتش من الألكحول مع أو إتش من الأسيد في وجود الكونك سلفيوريك أسيد اللي هو الديهايدريتنج إيجنت علشان نكون إستر في الآخر. النهارده عايزين بقى نكمل الكلام على التفاعلات بتاعه الالكحول، وهنبدا الكلام بتاعنا بالتفاعلات اللي ليها علاقه بالهيدروكسيل جروب. حاجه هنشيل فيها الاو اتش جروب، ولما بتشيل الاو اتش جروب يبقى انت بتتكلم على البيزستي بتاعه الالكحول. الكحول ممكن نقول عليه مركب ويك بيزك، لان هو ممكن يفقد الاو اتش زي ما هنشوف دلوقتي في انواع معينه من التفاعلات، مش اي تفاعل يقدر يخلي الالكحول يفقد الاو اتش بتاعه. فالالكحول زي ما كان ويك اسيدك ممكن كمان يفقد الاو اتش. علشان الالكحول يعرف يفقد الاو اتش انت هتفعله مع هيدروجين هالايد اتش اكس. اتش اكس ده بقى ممكن يكون اتش سي ال، ممكن يكون اتش بي ار، ممكن يكون اتش ايودين. ما ينفعش اتش فلور، لان الرابطه اتفقنا بتاعه الفلور علشان ذره صغيره قوي بتبقى رابطه صعب جدا انها تتكسر. في الامتحان اي مركب الكحول، الار هنا اي حاجه، اي مركب في الدنيا عنده مركب الكحول اليفاتك الكحول، هتحط عليه هيدروجين هالايد. كل اللي عايزك تعمله لي في التفاعل دوت تشيل جزيء ميه. فهنشيل اتش مع او اتش، سهل جدا ان احنا نفقد جزيء الميه في التفاعل ده ونطلع الالكايل هالايد. فممكن نحول من الكحول لالكايل هالايد عن طريق ان احنا بنتفاعل مع سترونج اسيد مع هيدروجين هالايد في الحاله دي. من الامثله المهمه على الكلام دوت هيبقى التفاعل بتاع الايثانول. احنا اتفقنا ان الايثانول دايما مركب مهم في التفاعلات بتاعته، والايثانول ممكن يتفاعل مع الاتش سي ال، والتفاعل دوت بنحط عليه الزنك كلورايد ككاتاليست. هنا التفاعل من غير كاتاليست هيتم، بس الكاتاليست كالعاده بيسرع التفاعل، بيزود السبيد او الريت بتاع التفاعل. ففي وجود الزنك كلورايد هنشيل الاتش مع الاو اتش، يعني بنشيل جزيء ميه، وساعتها احنا بنطلع الايثايل كلورايد. فممكن نحول الالكحول للالكايل هالايد للكورسبوندنج الكايل هالايد عن طريق ان احنا نفعله مع الاتش اكس. خد بالك ان المعادله دي عكس المعادله اللي احنا قلناها في التحضير من حصتين. من حصتين كنا بنتكلم على الالكالاين هيدروليسيس بتاع الالكايل هالايد. علشان تحضر الالكحول بتاعنا كنا بنتكلم على الجنرال ميثود بتاعتي، ان انا ممكن احضر الالكحول بتاعي من الالكالاين هيدروليسيس بتاع الكايل هالايد بنفعله مع صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد. ساعتها في التفاعل دوت كنا بنشيل ال NaCl وكنا بنوصلهم ببعض، يعني بنطلع الالكحول بتاعي. فخد بالك ان التفاعل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، التفاعل مع ال HX دوت، ان انا بشيل OH من الالكحول مع H من الهيدروجين هالايد، ده عكس التفاعل بتاع التحضير، عكس التفاعل بتاع الالكلاين هيدروليس. معنى الكلام دوت ان انا ممكن في الاورجانيك اقدر احول من الكحول لالكايل هالايد، واقدر احول من الكايل هالايد لالكحول على حسب الريجنت اللي انا هتعامل معاه. تعالوا نجمع الكلام دوت في كلمه صغيره. لو انا افترضت ان انا عندي ايثانول وعايز احوله لايثايل كلورايد C2H5Cl، ساعتها ممكن تحول من ايثانول لايثايل كلورايد، وممكن من ايثايل كلورايد لايثانول. طب ازاي؟ علشان تحول من ايثانول لايثايل كلورايد حط ال HCl في وجود الزنك كلورايد ككاتاليست. في التفاعل دوت بنشيل ميه، بنشيل H مع OH.
عايز تحول من ايثايل كلورايد للايثانول، يبقى انت ساعتها هتحط لي الكالاين هيدروليسيس ان اي او اتش، ساعتها بنشيل الكلور مع الصوديوم وبندخل الاو اتش مكان. فتاني ممكن نحول من الكحول لالكايل هالايد، وممكن نحول من الكايل هالايد لالكحول. ففي التفاعل دوت انا شلت الاو اتش بتاعه الالكحول كلها على بعضها، فدوت يعتبر رقم 2 في التفاعلات بتاعه الالكحول. لو بصينا مع بعض في الورق احنا بنتكلم في رقم 2 في التفاعلات رياكشنات سبيسيفيك للهيدروكسيل جروب بقى على بعضها. كانت رقم 1 بنشيل الاتش بتاعت الهيدروكسيل جروب، هنا بنشيل الاو اتش على بعضها، ودي بنسميها التفاعلات بتاعت البيزيستي بتاعت الالكحول، وما عنديش غير تفاعل واحد بس اقدر اشيل فيه الاو اتش بتاعت الالكحول. فعلشان تشيل الاو اتش بتاعت الالكحول انت محتاج هيدروجين هالايد. خدوا بالكم مش اي اسيد، السلفيوريك اسيد ما بيعملش الكلام ده، النيتريك اسيد ما بيعملش الكلام ده، لازم اتش هالايد. HCl, HBr, HIodine أشهرهم الـ HCl علشان الكاتاليست، لكن أي H هالايد. في الحالة دي الهالوجين هيخش مكان الـ OH جروب علشان يطلع لي الكايل هالايد مع مية اللي هي هتبقى السايد برودكت بتاعي، زي ما اتفقنا بنشيل OH مع H من الهيدروجين هالايد. مثال على كده تفاعل الإيثانول مع الـ HCl في وجود الزنك كلورايد، وهنا الزنك كلورايد ككاتاليست بيسرع التفاعل علشان يطلع لي الإيثايل كلورايد. فكجنرال رياكشن أي الكحول شيل الـ OH مع H من الهيدروجين هالايد دوت جزيء مية وصلهم ببعض هيطلع الالكايل هالايد. إيثانول أو الإيثايل الكحول مع الـ HCl شلت OH مع H جزيء مية وصلتهم ببعض في وجود الكاتاليست. ما تنساش ان تفاعل الالكالاين هيدروليسيس ده كنا بنستخدمه في التحضير بتاع الالكحول، عكس الكلام دوت ان الايثايل كلورايد مع سترونج الكالي زي الصوديوم هيدروكسيد كنا بنشيل ان اي سي ال وبنطلع الالكحول بتاعي، فده كان في التحضير بتاع الالكحول. فزي ما احنا لسه شارحين ممكن نحول من ايثانول لايثايل كلورايد، ممكن نحول من ايثايل كلورايد لايثانول، وبالعكس من ايثانول لايثايل كلورايد اتش سي ال في وجود الكاتاليست بتاع الزنك كلورايد، من ايثايل كلورايد لايثانول يبقى انت محتاج الكالاين هيدروليس الصوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد. فمعادله صغيره بس معادله مهمه دايما في الاسئله، ازاي تحول من الكحول لالكايل هالايد. نيجي بقى للمعلم بتاع الحصه بتاعه النهارده، واحنا بنتكلم على الاكسده بتاعه الالكحول. الاكسده بتاعه الالكحول من الحاجات المهمه قوي، ليها تطبيقات كتير في الامتحان، وليها تطبيقات كتير في المسائل، وليها تطبيقات كتير في الحياه عامه. فالاكسديشن بتاع الالكحول دي حاجه مهمه جدا. وفي الاكسده بتاعه الالكحول هنتكلم على تفاعلات بقى للكربينول جروب على بعضها، الكربونه اللي عندها المجموعه بتاعه الاو اتش. فالتفاعل بتاعي على الكربونه مع الاو اتش بتاعتها على الكربينول جروب كلها على بعضها، فدوت التفاعل بتاع الاكسديشن. علشان نعمل اكسديشن عندنا حاجتين ممكن نستخدمهم، احفظ معايا كويس قوي. علشان نعمل اوكسيديشن للالكحول ممكن نستخدم اوكسيدايزنج ايجنت زي البوتاسيوم برمنجانيت اللي بيبقى اسيديفايد مع الكونك سلفيوريك اسيد. بوتاسيوم برمنجانيت اصلا اللون بتاعه بيربل، اللون مش باين قوي ان هو بيربل يعني، بس هو لون بنفسجي. لما بيتفاعل يعني لو كان عندك الكحول اللون البنفسجي دوت هيحصل له ريموفال، هيحصل له ديس ابييرنس. فانا الالكحول بتاعي لو اتفاعل مع البوتاسيوم برمنجانيت الكالر بتاع البوتاسيوم برمنجانيت بيروح، لان البوتاسيوم برمنجانيت ممكن نستخدمها في حاجات تانية. فالاهم دايما للالكحول اللي هو البوتاسيوم دايكروميت، اشهر حاجه اشهر تيست بنستخدمه علشان نعرف الماده بتاعتنا الكحول ولا لا، بنستخدم البوتاسيوم دايكروميت. بوتاسيوم دايكروميت هي عباره عن كيتنين سي ار 2 او 7 برضو اسيديفايد مع الكونك سلفيوريك اسيد. يفترض الاثنين دول مع بعض، بوتاسيوم دايكروميت مع الكونك سلفيوريك بيعمل لي حاجه اسمها الكروميك اسيد. كروميك اسيد اصلا لونه اورنج. لو المادة بتاعتك كانت الكحول، الالكحول هيتفاعل مع الكروميك اسيد يحول اللون الاورنج دوت لجرين. فالكالر بتاع البوتاسيوم دايكروميت الاورنج يتحول لجرين، يبقى انا كان عندي الكحول او الالكحول اتفاعل او الالكحول عمل اوكسيديشن، حصل له اوكسيديشن باستخدام البوتاسيوم دايكروميت، او البيربل كالر بتاع البوتاسيوم برمنجانيت حصل له ديس ابييرنس، يبقى انا برضو عرفت ان انا عندي الكحول. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في رقم 3 على التفاعلات بتاعه الالكحول اللي ليها علاقه بالكربينول جروب، الكربونه اللي عندها مجموعه الاو اتش. فبنتكلم على الاكسديشن بتاع الالكحول. اول حاجه مهمه جدا احفظوا معايا، علشان تعمل اكسديشن للالكحول انت محتاج اوكسيدايزنج ايجنت. ايه بقى الاكسيدايزنج ايجنت؟ يا اما البوتاسيوم برمنجانيت في وجود كونك سلفيوريك اسيد، يا اما البوتاسيوم دايكروميت ودوت الاشهر كيتنين سي ار 2 او 7 في وجود الكونك سلفيوريك اسيد. فده او ده هيعمل لي اكسده للالكحول. لو كان عندك الكحول البوتاسيوم برمنجانيت هيحصل ديس ابييرنس للبيربل كلر بتاعه،
لو كان عندك الكحول البوتاسيوم داي كروميت الكلر بتاعه هيتحول من اورنج لجرين. لو اتحول من اورنج لجرين يبقى انا كان عندي الكحول في الحاله دي. الكحول لو موجود هيتفاعل مع البوتاسيوم داي كروميت علشان يغير الكلر بتاعه. التفاعل بتاع الاكسده بتاع الكحول دوت بيعتمد على نوع الكحول. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي هو سابق لاوانه، بس يعني هو اهم حاجه في الموضوع، وعلشان كده عايزكم تحفظوها معايا من الاول خالص. تفاعل الاكسديشن بتاع الكحول بيعتمد على النوع بتاع الكحول، هو برايمري الكحول ولا سكندري الكحول ولا تيرشري الكحول. كنا بنتكلم على ان البرايمري الكحول الكربونه بتاعت الكربينول، كربونه ماسكه في كربونه واحده بس، كانت ماسكه في ار واحده بس وكان عندها 2 اتش. اما في السكندري الكحول الكربونه بتاعت الكربينول ماسكه في 2 كربون وعندها اتش واحده بس. اما لو ما بتتكلم على التيرشري الكحول الكربونه بتاعت الكربينول هتبقى ماسكه في 3 كربونات وما عندهاش اتش. تعالوا نحط في دماغنا كلمه صغيره، الاكسده بتاعت الكحول اصلا بتحصل على الاتشات اللي على الكربونه بتاعت الكربينول. الاكسده بتاعت الكحول بتحصل على الاتشات اللي على الكربونه بتاعت الكربينول، معنى كده ان البرايمري الكحول هيحصل له اكسده وعلى خطوتين لان في 2 اتش. السكندري الكحول هيحصل له اكسده بس على ستيب واحده بس لان عنده اتش واحده بس، الكربونه بتاعت الكربينول الكربونه اللي جنب الاو اتش. اما التيرشري الكحول ملوش اكسده عندنا. التيرشري الكحول ما ينفعش يتاكسد اصلا لان الكربونه بتاعت الكربينول الكربونه اللي جنب الاو اتش ما عندهاش اتشات. فانا الاكسده بتاعتي كلها زي ما هنشوف في الميكانيزم بالتفصيل بتحصل عند الاتش اللي على الكربونه بتاعت الكربينول. لان البرايمري الكحول بيعمل اكسده على خطوتين، اول خطوه في التفاعل ان البرايمري الكحول بيتحول لالدهايد، بيتحول لمجموعه سي اتش او، هنقول كمان شويه ازاي. الالدهايد دوت هيكمل الاكسده بتاعتي، ما انا لسه عندي اتش كمان اسيدك، لسه عندي سوري اتش موجوده على الكربونه بتاعت الكربينول، فالالدهايد هيكمل كمان اكسده علشان يوصلني لمركب كربوكسيليك اسيد او اورجانيك اسيد اللي هي مجموعه سي او او اتش. الكلام ده كله هنشوفه في المعادلات هيبقى عامل ازاي. فالبرايمري الكحول علشان عنده 2 اتش على الكربونه بتاعت الكربينول فبيتاكسد على خطوتين، اول خطوه بيطلع الدهايد وبعد كده الدهايد بيكمل الاكسده علشان يعمل اسيد. السكندري الكحول ما عندوش غير اتش واحده بس، فهي الاكسده بتاعته الكربونه بتاعت الكربينول ما عندهاش غير اتش واحده بس، فالاكسده بتاعته بتحصل على خطوه واحده، ودايما الاكسده بتاعه السكندري الكحول بتطلع كيتون. فاحفظ معايا بقى علشان الكلام ده مهم جدا، احنا لسه هنقوله بالخطوات بالتفاعلات بالميكانيزمات بكل العك دوت، لكن انا يلزمني ان انا ابقى فاهم ان البرايمري الكحول علشان في 2 اتش على كربونه الكربينول فبيعمل تفاعل الاكسده على خطوتين، اول واحده بيطلع الدهايد وبعد كده الالدهايد بيكمل لاسيد، كل الكلام ده من البرايمري الكحول. اما السكندري الكحول اكسده على خطوه واحده بس ودايما بتطلع كيتون، تيرشري الكحول اتفقنا ان ملوش اكسده عندنا. فاول حاجه البرايمري هيطلع الدهايد وبعدين اسيد، السكندري هيطلع كيتون، التيرشري الكحول ما عندوش اكسده اساسا. تاني حاجه عايزين نفكر فيها ان المفروض ان في الاكسده بتاعتي اساسا انا كل اللي بعمله ان انا بشيل اتش من الكربونه بتاعت الكربينول ديت وبحط مكانها او اتش. فالاكسده بتاعتي كل اللي بيحصل فيها ان انا باجي على الكربونه بتاعت الكربينول اللي هي الكربونه اللي جنب الاو اتش دي، الاكسده اللي بيحصل فيها ان انا بشيل اتش من الكربونه بتاعت الكربينول، عشان كده بنقول لازم يكون عندها اتش اي، بنشيل اتش من الكربونه بتاعت الكربينول وبنحط مكانها او اتش، فالاكسده اصلا ان انا بشيل اتش وبحط او اتش. الفكره بقى ان المركب اللي فيه 2 او اتش على نفس الكربونه ده بيبقى مركب انستيبل. اي مركب فيه 2 او اتش على نفس الكربونه بيبقى انستيبل كومباوند، ولانه انستيبل كومباوند هيفقد او اتش مع اتش من الاو اللي جنبها اتش مع او اتش اللي هو جزيء ميه، ونعمل دبل بوند في النص، نعمل دبل بوند مع الاو. فده بتكلم في ثلاث حاجات، اولا ان الاكسديشن بتاع البرودكت بتاع الاكسديشن بيعتمد على نوع الكحول برايمري ولا سكندري ولا تيرشري، ولما نخلص المعادله ديت هنشوف نفس التجميعه تاني في الورق. تاني حاجة مهمة إن الأكسدة أصلاً بتحصل للإتش اللي على الكربونة بتاعت الكربينول تتحول لأو إتش. تالت حاجة لو الكربونة بتاعت الكربينول عندها 2 أو إتش هيعمل لي أنستيبل كومباوند، والأنستيبل كومباوند ده عايز يفقد جزيء مية علشان يعمل دبل بوند أو يعمل لي ستيبل كومباوند. تعالوا نقرا الكلمتين النظري دول قبل ما نتكلم بقى على المعادلات بالتفصيل هيبقى شكلها عامل ازاي. اول حاجه مهم جدا تعرف لي الاوكسيدايزنج ايجنت، الحاجات اللي بتاكسد الكحول اصلا مين،
فبوتاسيوم برمنجانيت بوجود الكونك سلفيوريك وساعتها البيربل كلر بيروح، او البوتاسيوم دايكروميت وجود السلفيوريك اسيد وساعتها اللون الاورنج بيتحول لجرين. عندي ثلاثه نوتس والثلاثه اهم من بعض. النواتج بتاعه الاكسده بتاعه الكحول هتعتمد على نوع الكحول، هو برايمري ولا سكندري ولا تيرشري. فالبرايمري كربونه الكربينول عندها 2 اتش، فانت بتتكلم في خطوتين، فاول خطوه بيطلع الدهايد وتاني خطوه هيطلع الاسيد، يكمل الاكسده يطلع الاسيد. اما السكندري الكحول كربونه الكربينول عندها اتش واحده بس، فهي ستيب واحده بس. فالسكندري الكحول احنا بنتكلم في خطوه واحده بس في الاكسده بتاعته، ودايما بيطلع لي كيتون. فالبرايمري الكحول هيطلع الدهايد وبعدين هيكمل يطلع اسيد، اما السكندري الكحول بيطلع كيتون. تيرشري الكحول بقى الكربونه بتاعه الكربينول مش عندها اتشات، فمالوش اكسده اساسا. فاي تيرشري الكحول مالوش تفاعل اكسده. خد بالك، طالما مالوش تفاعل اكسده، لو حطيت البوتاسيوم برمنجانيت اللون البيربل كلر هيفضل زي ما هو، مش هيحصل له ديس ابير لانه مش هيتفاعل، الترشي الكحول ما بيتاكسدش. لو حطيت بوتاسيوم دايكروميت هيفضل اللون بتاعه اورنج زي ما هو، مش هيتحول لجرين لانه مش هيتفاعل. اللون بيتغير، اللون بيحصل له ديس ابيرنس لو اتفاعل. فلو ترشري الكحول مع البوتاسيوم برمنجانيت مش هيتفاعل، مع البوتاسيوم دايكروميت مش هيتفاعل، فمش هيحصل تشينج في الكلر. الاكسده اصلا بقى كاستراكشرات ايه اللي بيحصل فيها؟ احنا بنحول اتش ماسكه في الكربونه بتاعه الكربينول، كربونه نفسها. فالاتش بتاعت الكربونه بتاعت الكربينول مش بتاعت الهيدروكسيد بنحولها لاو اتش جروب، فانا باكسد الاتش اللي على الكربونه بتاعت الكربينول بحولها لمجموعه هيدروكسيد. اخر حاجه، لو عندك اتنين هيدروكسيد ماسكين في نفس الكربونه، المركب بتاعك هيبقى انستيبل، والمركب الانستيبل دوت بيحب يفقد جزء ميه علشان يوصل للشكل الاستيبل بتاعه. على القصه دي بقى عايزين نتكلم على الاكسده بتاعت كل واحد لوحده، البرايمري والسكندري والترشري، وطبعا العك كله هيبقى في البرايمري علشان الاكسده بتاعته بتحصل على خطوتين. تعالوا نفكر. برايمري الكحول دوت يعني بنتكلم ان الكربونه بتاعت الكربينول ماسكه في كربونه واحده بس، الكربونه بتاعت الكربينول هيبقى عندها 2 اتش، وطالما عندها 2 اتش يبقى انت بتتكلم في اكسده على خطوتين. اتفقنا تاني ككلام نظري، اول خطوه في الاكسده هتطلع مجموعه الدهايد، والالدهايد هيكمل الاكسده علشان يطلع لك مجموعه كربوكسيليك اسيد او مجموعه اورجانيك اسيد، مجموعه سي ويتش. عايز تتاكد من الكلام دوت بيحصل ازاي؟ تعالوا نتكلم في مثال، واشهر مثال هنتكلم عليه، هنتكلم على الايثانول. ما احنا بنتكلم على برايمري الكحول سي اتش 3 وادي سي اتش 2 وادي او اتش. اللي بيحصل في التفاعل دوت ان انت بتتكلم ان الاكسده بتاعتك سواء بالبوتاسيوم برمنجانيت او البوتاسيوم دايكروميت، اللي بيحصل في التفاعل دوت ان الكربونه بتاعه الكربينول، الكربونه اللي جنب الاو اتش، هنشيل منها اتشايه ونحط مكانها كمان او اتش. يعني الناتج بتاع الاكسده، انا بتكلم في سي اتش 3 سي اتش ودي او اتش، انا كل اللي عملته ان انا هشيل اتش من الكربونه بتاعه الكربينول واحط مكانها او اتش. وقف لي شويه، المركب اللي بيتكون دوت فيه كربونه نفس الكربونه عندها 2 او اتش، فبنرسمه ما بين قوسين كده لان دوت مركب انستيبل. فاي مركب فيه 2 او اتش على نفس الكربونه هيبقى مركب انستيبل، والمركب الانستيبل دوت هيحب يفقد مجموعه او اتش مع اتش من المجموعه الثانيه، يعني اتش مع او اتش اللي هو جزء ميه، ونعمل دبل بوند مع الاكسجين اللي فاضل. ما هو كده الكربونه ناقص لها رابطه والاكسجين اللي فوق ناقص لها رابطه، انا شلت او اتش مع اتشاي يبقى هنكون دبل بوند، فهنطلع سي اتش 3 سي اتش دبل بوند او، يبقى انت كده بتتكلم على سي دبل بوند او جنبها اتشاي، انت كده بتتكلم على مجموعه الدهايد. وطبعا لو بتتكلم على الدهايد من كربونتين اللي هو الاسيتالدهايد، ولو فاكرين الاسم بتاعه الايوباك كان اسمه الايثانال، كنا بنقول زي الكحول بس اخره ال مش اول. فانا اللي بيحصل في التفاعل بتاعي ان اول خطوه احنا بنعمل اكسده للكربونه بتاعه الكربينول، الكربونه اللي جنب الاو اتش بحولها لكمان او اتش، بس الاثنين او اتش على نفس الكربونه بيبقى انستيبل، فهنشيل اتش مع او اتش جزء ميه ونوصلهم بدبل بوند، وعلشان كده بيطلع لي المركب بتاع الالدهايد. بس انا مش هوقف على الالدهايد، ده الالدهايد هيكمل الاكسده بتاعتي، والاكسده هنا هتبقى للاتش اللي على الكربونه بتاعه السي دبل بوند او الكربونه بتاعه الالدهايد، فبرضه هنأكسد، هنحول الاتش ديت لمجموعه او اتش، يبقى ساعتها بتتكلم على مركب في سي دبل بوند او اتش، انت بتتكلم على كربوكسيليك اسيد اللي هو من كربونتين هيبقى اسمه الايثانويك اسيد،
او اسمه الاسيتيك اسيد، هما الاثنين نفس الاستراكشر، الاسم الكومون نيم والاسم الايوباكني. فانا تاني بقول في الاكسده بتاعه البرايمري الكحول، طبعا ده مثال، الكونتينوس اوكسيديشن بتاع الايثانول دوت ده مجرد مثال، لكن الاكسده بتاعه البرايمري الكحول دايما البرايمري الكحول بيتحول لالدهايد عن طريق ان ستيبل انترميديت. انا بشيل اتش وبحط او اتش يبقى مركب ان ستيبل، يفقد الميه يطلع لي الالدهايد. هنكمل على الاكسده بتاعه الالدهايد ويطلع لي كربوكسيليك اسيد. فاصعب حاجه في الموضوع ان البرايمري الكحول بيتاكسد على خطوتين، وتاني السبب انه بيتاكسد على خطوتين ان هو عنده مجموعتين او اتش، فشلت سوري عنده 2 اتش على كربونه الكربينول، فشلت اتش وحطيت او اتش فقدت ميه عشان المركب انستيبل، حطيت دبل بوند او بقى الدهايد، اكسدت الاتش بتاعه الالدهايد تتحول لاو اتش علشان اطلع الكربوكسيليك اسيد. تعالوا نشوف الحته الصغيره دي الاول في الورق، وما ننساش ان الكلام بتاع الاوكسيديشن هو اهم حاجه في الامتحان، يعني من الحاجات المهمه جدا اللي بيجي عليها اسئله كتيره. فالاوكسيديشن بتاع البرايمري الكحول تاني بيحصل على خطوتين. ليه بيحصل على خطوتين؟ لان كربونه الكربينول عندها 2 هيدروجين، وانا اصلا في الاكسده اللي هي النوت رقم 2 النقطه رقم 2 اللي لفوق انا باكسد الاتش اللي على الكربونه بتاعه الكربينول، فعلشان في 2 هيدروجين على كربونه الكربينول فانا بعمل 2 ستيب. فاول حاجه اول هيدروجين هيحصل لها اكسده علشان نطلع الدهايد عن طريق انستيبل انترميديت او انستيبل كومباوند، السكند هيدروجين هيحصل لها اكسده علشان تطلع لي بقى الكربوكسيليك اسيد. مثال على كده الاكسديشن بتاع الايثانول، وتاني ادي الكربونه بتاعه الكربينول، فانا هشيل اتش من كربونه الكربينول واحط مكانها او اتش، والاو اتش مع الاتش تفقد جزء ميه علشان يطلع لي الالدهايد، اسيتالدهايد او الايثانال ده الالدهايد بتاعي. نكمل اكسده على الاتش بتاعه الالدهايد تتحول لاو اتش، يبقى انا بطلع كربوكسيليك اسيد الاسيتيك اسيد او الايثانويك اسيد. من هنا نيجي لسؤال مهم جدا في الامتحان، الاسيتالدهايد يعتبر انترميديت كومباوند بين الكربوكسيليك اسيد والالكحول، ايه الكلام الغريب ده؟ ازاي مركب الاسيتالدهايد بنعتبره انترميديت بين الالكحول والاسيد؟ ادي الاسيتالدهايد وادي الالكحول في ناحيه لو احنا بنتكلم على الايثانول مثلا، وادي الاسيد في الناحيه الثانيه لو احنا بنتكلم على الاسيتيك اسيد. الفكره هنا ان الاسيتالدهايد علشان يتحول لاسيد بيحصل له اوكسيديشن، ده اللي احنا لسه قايلينه، فساعتها المركب بتاعي ممكن يحصل له اوكسيديشن، الاتش دي تحصل لها اكسده علشان يتحول للاسيتيك اسيد. بس زي ما ممكن يحصل لها اوكسيديشن علشان تتحول للاسيتيك اسيد، ما هو الاسيتالدهايد ممكن يحصل له ريدكشن. ما هو الريدكشن او الاختزال عكس الاكسديشن، هنا الاختزال ان انا هاخد 2 اتش، وال 2 اتش واحده هتخش على الكربونه وواحده هتخش على الاو علشان يبقى المركب اللي طالع سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، كانك بتعمل اديشن على الدبل بوند دي، كان انا بكسر رابطه بحط اتش على الاو اتش على الكربونه، فبنطلع البرايمري الكحول بتاعي الايثانول في الحاله دي. فالاسيتالدهايد يعتبر انترميديت بين الكربوكسيليك اسيد والالكحول او الايثانول والاسيتيك اسيد، لان لو عملت له اكسده هيتحول للاسيد، لو عملت له اختزال هيتحول للالكحول. لو انا حبيت بقى اجمع الكلام دوت في تجميعه واحده صغيره كده، البرايمري الكحول بتاعي، خد بالك ان السكند اللي ملوش علاقه بالقصه دي، احنا كل دوت بنتكلم على البرايمري الكحول علشان كربونه الكربينول عندها 2 اتش. برايمري الكحول بتاعي ممكن يتحول لالدهايد، والالدهايد ممكن يتحول لكربوكسيليك اسيد. برايمري الكحول علشان يتحول لالدهايد محتاج اكسده، والالدهايد علشان يتحول لكربوكسيليك اسيد محتاج اكسده. طب ما هي الاكسده عكس الاختزال، يبقى الكربوكسيليك اسيد لو عملت له ريدكشن، لو عملت له اختزال في الاورجانيك هيتحول لالدهايد، والالدهايد لو كملت على الريدكشن بتاعه بيتحول لبرايمري الكحول. هو نفس الكلام يعني، فاحنا بنتكلم ان الالدهايد الاكسده بتبقى اسيد والاختزال بتاعه هيرجع تاني للالكحول. فالنقطه الصغيره اللي موجوده في الورق عندنا ان الاسيتالدهايد دوت يعتبر انترميديت كومباوند بين الكربوكسيليك اسيد والالكحول، ادي الاسيتالدهايد، ادي الايثانول الالكحول، وادي الاسيتيك اسيد بتاعي. ليه بقى؟ لان الاكسديشن بتاع الاسيتالدهايد بيدي اسيتيك اسيد اللي هو بيديني الفينيجر اودر الريحه بتاعه الخل، لكن الاختزال بتاع الاسيتالدهايد بيودي لي الايثايل الكحول او الايثانول بتاعي. فمعنى الكلام دوت ان هو يعتبر انترميديت، حاله وسطيه بين الالكحول والاسيد بتاعي. لو انا حبيت اجمع الكلام دوت، البرايمري الكحول لالدهايد اكسده، والالدهايد للكربوكسيليك اسيد او الاورجانيك اسيد كمان اوكسيديشن،
العكس، الكربوكسيليك اسيد للالدهايد ريدكشن، والالدهايد للبرايمري الكحول كمان ريدكشن. فده بالنسبه للتجميع بتاعه المعادلات والاكسديشن والريدكشن والكلام الغريب ده. عايز تتكلم على ابلكيشن مهمه للاكسده بتاعه البرايمري الكحول، هنتكلم على التستنج بتاع الديتكتنج تيكنج الالكحوليك او الليكرز باي درايفرز. طبعا الكلام ده بره، احنا ما عندناش خمور كتير في البلاد بتاعتنا، لكن بنتكلم ان بره عايزين يشوفوا الناس اللي سايقه ديت ناس شاربه خمره ولا مش شاربه خمره، شاربه كحول ولا مش شاربه كحول، علشان يعرف يتاكدوا من الكلام ده بيعملوا ايه. عندنا انبوبه زي دي، انبوبه ديت فيها سيليكا جل محطوط عليها بوتاسيوم دايكروميت اللي هو اللون اورنج. فهي سيليكا جل دي زي ميديا كده، زي حصى، زي خرز كده، علشان نحط عليه البوتاسيوم دايكروميت، وبنخلي الدرايفر ينفخ هنا الاكسهليشن ايه يعني ينفخ. فبينفخ في الانبوبه ديت لحد البالونه، بالونه بتتملى بالهواء اللي طالع من بق الدرايفر، وبعد كده بترجع تاني تعدي على الانبوبه بتاعتك، كان الهواء بيعدي مرتين، مره وهو بينفخ ومره وهو راجع من البالونه. فاللي بيحصل ان الهواء اللي طالع واللي هو داخل وخارج دوت بيعدي على البوتاسيوم دايكروميت. البوتاسيوم دايكروميت اصلا لونه اورنج، لو اللون الاورنج اتحول لجرين معنى كده ان الدرايفر دوت كان بيشرب الكحول. فانا ممكن اعتمد على التست بتاع الاكسديشن بتاع الكحول ان هو بيغير لون البوتاسيوم دايكروميت من اورنج لجرين، علشان اعمل تيستنج للديتكشن، ان انا اعمل ديتكشن للدرايفرز بتوعي واخدين الكحول او ليكرز ولا لا. فبنخلي الدرايفر يبلو في بالون، والبالون ديت عن طريق بينفخ فيها عن طريق تيوب فيها سيليكا جل ساتوريتد بالاورنج اسيديفايد بوتاسيوم دايكروميت. لو الكلر اتحول من اورنج لجرين معنى كده ان في الكحول، معنى كده ان هو شارب الكحول. فده كده بالنسبه للاكسديشن بتاع البرايمري الكحول والاكسديشن بتاع البرايمري الكحول. خلاصه الكلام فيها ان هي بتتحول لالدهايد الاول وبعدين اسيد، تفاعل بيحصل على خطوتين علشان البرايمري الكحول عنده 2 H على الكربونة بتاعة الكربينون. طب بدل ما انت بتتكلم على البرايمري الكحول بقى، ما تيجي نتكلم على الاكسديشن بتاع السكندري الكحول. يفترض ان الكلام اسهل شوية. الفكرة في السكندري الكحول ان الكربونة بتاعة الكربينول ديت ما عندهاش غير H واحدة بس. معنى كده ان الاكسدة بتحصل في خطوة واحدة بس، والاكسدة اللي بتحصل في التفاعل دوت بتوصلني دايما لمجموعة كيتو. فالبرايمري الكحول بيعمل الدهايد وبعدين اسيد، لكن السكندري الكحول دايما بيطلع لي مجموعه كيتون، ده دي ما فيهاش اختلاف. اشهر مثال على الكلام دوت واكتر مثال بيجي في الامتحانات الاكسده بتاعه الايزوبروبايل الكحول او الاثنين بروبانول. ادي الاثنين بروبانول بتاعي او الايزوبروبايل الكحول، وعايزين نتكلم على الاكسده بتاعته بالدايكروميت او بالبرمنجلي. اول ما تشوف لي كلمه اكسده عينيك على الكربونه بتاعه الكربينول اللي هي الكربونه اللي عليها مجموعه الاو اتش. هنا كربونه الكربينول عندها اتش اي، زي ما اتفقنا ان الاكسده بتاعتي اصلا ان انا بشيل اتش من الكربونه بتاعه الكربينول وبحط مكانها او اتش. يعني كل اللي هنعمله في التفاعل دوت شلت اتش من كربونه الكربينول وهنحط مكانها او اتش. استنى، ده انت كده عندك كربونه عندها مجموعتين او اتش ودوت مركب انستيبل، والمركب الانستيبل دوت هيحب يفقد جزء مي، الاو اتش اللي انا لسه مدخلها مع اتش اي، شلت اتش مع او اتش جزء ميه، معنى كده ان المركب اللي هيتكون فيه دبل بوند. فشلت اتش من الاو مع او اتش من الكربونه نكون في النص دبل بوند. فانا بتكلم على كيتون من ثلاث كربونات، كيتون من ثلاث كربونات دوت كان اسمه الداي ميثايل كيتون، او كان اسمه البروبانون في الايوباك بتاعه، او كان له اسم اهم كلنا نعرفه الاسيتون. فالاكسده بتاعه الاثنين بروبانول، حفظا كده مهمه في الامتحان، الاكسده بتاعه الاثنين بروبانول او الايزوبروبايل الكحول دايما بتوصلني الاسيتون في الاخر. فانا تاني كل اللي عملته ان انا شلت اتش من الكربونه بتاعه الكربينول ديت وحطيت مكانها او اتش، بس لقيت نفس الكربونه بتاعه الكربينول عندها 2 او اتش، فقدت جزء ميه وعملت دبل بوند في النص، هيطلع لي الكيتون في الاخر. فلو كملت الكلام على الاكسده بتاعه السكندري الكحول بقى بتاعي، ففي الاكسده بتاعه السكندري الكحول بتحصل في خطوه واحده بس، لان الكربونه بتاعه الكربينول في الحاله ديت عندها هيدروجين واحده بس، فدايما السكندري الكحول بيتحول لكيتون، ملوش احتمالات تانية. مثال على كده الاثنين بروبانول او الايزوبروبايل الكحول. تاني ادي الكربونه بتاعه الكربينول، الكربونه اللي جنب الاو اتش، هنشيل الاتش ونحط مكانها او اتش، ده المركب الانستيبل ما بين قوسين كده ما بين سكوير براكتس، معناها ان هو انستيبل، ولانه انستيبل عايز يفقد ميه، هنشيل او اتش مع اتش من الاو اتش اللي موجوده، اتش من الهيدروكسيل اللي موجوده اصلا، فهنشيل او اتش مع اتش جزء ميه ونوصل بدبل بوند، هيطلع لي كيتون اللي هو في الحاله ديت الاسيتون او البروبانون.
البرايمري الكحول بيحصل اكسده على خطوتين علشان كربونة الكربينول عندها 2 اتش. السكندري الكحول بيحصل اكسده على خطوه واحده بس علشان كربونة الكربينول عندها اتش واحده بس. معنى كده ان التيرشري الكحول ملوش اكسده اساسي. فالاثنين ميثايل اثنين بروبانول او التيرشري بيوتايل الكحول لو جالي في الامتحان الاكسده بتاعته بتدي ايه؟ بتدي نور اكشن. لو حطيت عليه برمنجانيت البيربل كلر هيفضل، لو حطيت عليه دايكروميت الاورنج كلر هيفضل اورنج كلر. فالتيرشري الكحول مش اوكسيدايزد ومش افكتد بالبوتاسيوم دايكروميت لان الكربينول جروب في الحاله ديت ما عندهاش اتش. ما تنساش ان الاكسده اصلا للاتش اللي على الكربينول جروب. هرجع اقول تاني خلاصه الكلام دوت، واهم حاجه في الموضوع هي نفس السمري اللي احنا قلناه. انا وانا بتكلم على الاكسده بتاعه الكحول، البرايمري الكحول علشان عنده 2 اتش فبيحصل على خطوتين. اول حاجه بيطلع الدهايد عن طريق انستيبل كومباوند، والالدهايد ممكن يكمل يطلع لي اسيد. اما السكندري الكحول اتش واحده بس فبيطلع كيتون عن طريق انستيبل كومباوند. التيرشري الكربونه بتاعه الكربينول ما عندهاش اتشايه، يبقى ساعتها هتبقى مش اوكسيدايز. كده احنا خلصنا الكلام على التفاعلات بتاعه الكحول اللي ليها علاقه بالكربينول اللي هي الاكسده، وناقص لنا رقم 4 التفاعلات بتاعه الكحول اللي ليها علاقه بالمولكيول كله على بعضه. ودي تفاعلات سهله جدا 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 زي ما هنشوف دلوقتي. بس علشان نفتكر مع بعض، احنا اول حاجه اتكلمنا على تفاعلات ليها علاقه بالاتش بتاعه الاو اتش بتاعه الكحول، والتفاعلات اللي ليها علاقه بالاتش اتكلمنا على الويك اسيدك بروبرتي لما اتكلمنا على التفاعل مع الاكتيف ميتال صوديوم او بوتاسيوم، واتكلمنا على الاستر فورميشن كان حاجه مهمه قوي الحصه اللي فاتت. تاني حاجه اتكلمنا على تفاعلات ليها علاقه بمجموعه الاو اتش كلها على بعضها، ودي التفاعلات مع مجموعه الاتش اكس كنا بنشيل ميه علشان نطلع الكايل هلايد. ثالث حاجه تفاعلات ليها علاقه بمجموعه الكربينول، والتفاعلات اللي ليها علاقه بالكربينول بنتكلم على الاكسده الانواع بتاعتها، البرايمري بيطلع كذا، السكندري بيطلع كذا، وهكذا. اما وانت بتتكلم في رقم 4 تفاعل له علاقه بالمركب كله على بعضه، ولما تتكلم على تفاعل له علاقه بالمركب كله على بعضه انا هتكلم ان انا هشيل جزء ميه من الكحول بتاعي، هعمل ريموفال او اليمينيشن لووتر مولكيول. وقلنا لما نشيل ميه من التفاعل بتاعي يبقى التفاعل ده بنسميه دي هايدريشن. فارجع اقول تاني، كان عندنا تفاعل استريفيكيشن، كان عندنا تفاعل له علاقه بالاسيديك بروبرتي، ليه علاقه بالبيزستي بتاعه الكحول ان هي يشيل او اتش، ليه علاقه بالاكسده بتاعه الكحول، لكن دلوقتي هنتكلم على الدي هايدريشن، يعني هنشيل جزيء ميه. ولما بتشيل جزيء ميه من الكحول بتاعك انت محتاج دي هايدريتنج ايجنت، وانا في الاورجانيك ما عنديش دي هايدريتنج ايجنت غير هو الكونك سلفيوريك اسيد. فالكونك سلفيوريك اسيد هو الريجنت بتاع التفاعل دوت، هو اللي بينزع الميه، هو اللي بيشيل الميه علشان نقدر نطلع النواتج اللي هنتكلم عليها دلوقتي. النواتج بتاعه الدي هايدريشن بتعتمد على حاجتين، اولا بتعتمد على درجه الحراره ودوت الاهم واحنا بنذاكر. تاني حاجه هتعتمد على عدد الجزيئات بتاعه الكحول اللي داخله في التفاعل. وعدد الجزيئات بتاع الكحول اللي داخله في التفاعل برضه هتعتمد على درجه الحراره، فالاهم عندي هيبقى درجه الحراره. فاحنا بنتكلم في رقم 4، بنتكلم على تفاعل له علاقه بالهول مولكيول، هنشيل جزيء ميه من المركب كله على بعضه، فبنتكلم على تفاعلات الدي هايدريشن. علشان نريح نفسنا وما نقعدش نتعب نفسنا كتير، تعالوا نلخص كلمتين. في التفاعلات بتاعت الدي هايدريشن ديت، انا لو بتكلم على تفاعل ايثانول اللي هو اهم حاجه في الموضوع، وانت بتفاعل الايثانول دوت مع الكونك سلفيوريك اسيد علشان تشيل منه جزء ميه، علشان تشيل من الايثانول بتاعك جزء ميه. التفاعل دوت يا اما هيحصل عند درجه حراره، احفظ معايا 180 درجه، ودي احنا خدناها قبل كده، يا اما نفس التفاعل دوت مع الكونك سلفيوريك اسيد برضو علشان نشيل جزء ميه، بس المره دي عند 140 درجه. فال 180 درجة دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، لكن ال 140 درجة ديت الحاجة جديدة النهاردة اللي أول مرة نسمعها في المنهج بتاعنا. لو عملت التفاعل عند 180 درجة هنشيل جزيء مية من 1 مولكيول من الكحول، من جزيء واحد بس من الكحول. طب أنا هشيل جزيء المية إزاي من 1 مولكيول من الكحول؟ كنا بنشيل أو اتش من الكربونة بتاعة الكربينول مع اتش من الكربونة اللي جنبها. احنا بنسمي دي ألفا وبنسمي دي بيتا مثلا. فهنشيل او اتش من الكربونه بتاعه الكحول مع اتش من الكربونه اللي جنبها جزيء ميه، وهنوصل في النص الدبل بوند. كانت الطريقه ديت بنستخدمها في التحضير بتاع الالكين، في التحضير بتاع الايثين.
فكان اسمها الدي هايدريشن بتاع الكحول، وكنا بنستخدم فيها كونك سلفيوريك اسيد عند 180 درجه علشان نشيل جزيء ميه من الكحول. هنا بنشيل جزيء ميه من نفس المولكيول بتاع الكحول بتاعي. تعالوا بقى نتكلم في الحاجه الغريبه جدا، وعلشان كده درجه الحراره مهمه قوي في الامتحان. لو انا عايز افاعل نفس الايثانول الغلبان دوت CH3CH2OH برضو مع كونك سلفيوريك اسيد علشان يشيل ميه، بس المره دي التفاعل دوت هنعمله عند 140 درجه. لو عملت التفاعل بتاعك عند 140 درجه انت هتشيل جزيء ميه بس من 2 مولكيول من الكحول. لو درجة الحرارة ما وصلتش ل 180، درجة الحرارة وقفت عند 140، انت ما تقدرش تشيل مية من نفس الجزيء ده، انت هتشيل مية من جزيئين من الكحول. ازاي؟ تعال ارسم لك جنبه كمان جزيء الكحول بالشكل ده، وهنشيل جزيء المية من الاثنين الكحول مع بعض، فهنشيل او اتش من جزيء مع اتش من الجزيء التاني، اتش مع او اتش جزيء مية. بصوا كده لو حبيت اربطهم، معنى كده ان المركب هيطلع لك سي اتش 3 سي اتش 2 او اللي هي كان اللون بتاعها بالاسود، وشلت اتش من الجزيء الاولاني دوت مع او اتش من الجزيء الثاني، يعني الاو دي بقت ماسكه في كمان سي اتش 2 سي اتش 3. ادي الجزيء البامبي اللي بالشكل دوت، وادي الجزيء الازرق اللي هو حواليه الدايره اللي هو الشكل ده. فعند 140 درجه انا هشيل جزيء ميه بس من جزيئين من الكحول، من تو مولكيولز في الكحول، فساعتها السي اتش 3 سي اتش 2 او هتتوصل بكمان سي اتش 2 سي اتش 3، تاني سي اتش 2 الاول مكان ما شلت الاو اتش، مكان ما شلت الرابطه بتاعتي. كده احنا بنكون الداي ايثايل ايثر، ودي اول مره نحضر الداي ايثايل ايثر عندنا. فالداي ايثايل ايثر اللي هو بيسموه الكومون ايثر، يعني كلمه ايثر كده في الاورجانيك لو حد قال لك ايثر وسكت يبقى هو قصده على الداي ايثايل ايثر، لان هو اشهر حاجه في الموضوع دوت. ممكن نحضر الداي ايثايل ايثر من الدي هايدريشن بتاع الكحول، بس بشرط تعمل التفاعل دوت عند درجه حراره 140 درجه، لان انت ساعتها هتشيل جزيء ميه من الجزيئين من الكحول فهتكون الايثر بتاعك. تعالوا نبص على المعادله في الورق، وبعد كده عايزين نجمع مع بعض حاجه مهمه قوي 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 احنا اتكلمنا عليها برضو قبل كده. بنتكلم في رابع تفاعل على تفاعل له علاقه بالهول مولكيول بتاع الكحول، فهنتكلم على الدي هايدريشن، وقلنا دي هايدريشن يعني هنشيل جزيء ميه من الكحول. طالما بتتكلم على ان انت هتشيل جزيء ميه يبقى اكيد كونك سلفيور، خلاص الريشنت هو الدي هايدريتنج ايجنت بتاعي، كونك سلفوريك ده اللي بيشيل ميه علشان يعمل دي هايدريشن. الحاجة المهمة هنا إن الرياكشن بيعتمد على درجة الحرارة، ودي أهم حاجة في الموضوع 180 ولا 140، وبيعتمد كمان على النمبر أوف رياكتنج مولكيولز من الكحول، ودي ليها علاقة بدرجة الحرارة. فعند 180 درجة هنشيل جزيء مية من جزيء الكحول واحد، وده اللي إحنا خدناه في تحضير الألكين قبل كده، فهنشيل أو إتش مع إتش من الكربونة اللي جنبها علشان نطلع ألكين، ده عند 180 درجة. الجديد بقى عند 140 درجة ساعتها بنشيل جزيء مية بس من 2 الكحول، فـ H من جزيء مع O H من الجزيء الثاني هنشيل مية برضه، بس المرة دي هيتفضل C2H5 O C2H5 هيطلع لي الداي إيثايل إيثر. فممكن الكحول يتحول لألكين لدبل بوند لو شلت المية عند 180 درجة، ممكن يتحول لإيثر لو شلت المية عند 140 درجة، وساعتها أنت بتشيل المية من جزيئين من الكحول. طب احنا اتكلمنا النهارده على درجات الحراره اللي بتتفاعل فيها الكحول مع الكونك سلفيوريك اسيد 140 و180 علشان بس نجمع الكلام. لو انا بتكلم على الايثانول بتاعي وعايز افاعل الايثانول دوت مع الكونك سلفيوريك اسيد ودرجه الحراره بتاعتك 180 درجه، اول ما بشوف ال 180 درجه بفتكر ان انا عايز اشيل جزيء ميه من نفس المولكيول من الكحول، فهنشيل او اتش مع اتش من الكربونه اللي جنبها علشان نعمل دبل بوند، فهنطلع الايثين في الحاله دي. اما لو عايز تعمل نفس التفاعل دوت، تفاعل الايثانول مع الكونك سلفيوريك اسيد بس المره دي عند درجه الحراره 140 بس، برضه هتشيل جزيء ميه في التفاعل ده بس المره دي من 2 مولكيول. عايزك بقى لو في الامتحان هم مش مدين لك الجزيء الثاني، ارسم لي انت فوق ايه الجزيء الثاني CH3CH2OH. فحتى لو مش مرسوم في الامتحان انا عارف ان هما جزيئين بيتفاعلوا، فهنشيل او اتش من جزيء مع اتش من الجزيء الاولاني علشان نطلع الداي ايثايل ايثر CH3CH2O وبعدها كمان CH2CH3. فتاني ادي الجزء من المركب الاولاني مسكت في CH2CH3. الحاجه بقى الجديده النهارده بس كنا خدناها قبل كده، لو نفس الجزيء بتاع الايثانول، بص بقى السخافه،
لو اتفاعل مع نفس الكونك سلفيوريك اسيد بس المره دي عند 80 درجه. التفاعل اللي عند 80 درجه مش كفايه ان هو يشيل جزيء ميه من الالكحول مع نفسه، او الالكحول من نفس الجزيء، او من الالكحول مع كمان جزيء من الالكحول، ده انا هشيل ميه برضه بس المره دي من الالكحول مع الكونك سلفيوريك. ازاي؟ كونك سلفيوريك دوت كنا بنقسمه ال HO SO3 H، فالتفاعل دوت كنا بنشيل فيه اتش من السلفيوريك اسيد مع او اتش من الالكحول برضه جزيء ميه، بس الناتج اللي طالع هيبقى سي اتش 3 سي اتش 2 بعدها او اس او 3 اتش اللي كنا بنسميه ايثايل هيدروجين صلفيت. فالايثايل هيدروجين صلفيت كان بيحصل عند درجه حراره 80، فدوت كنا بنشيل ميه بس من الالكحول مع السلفيوريك اسيد اللي كنا بقى بنكمل التفاعل. لو وصلته لحد 180 درجه كنا بنشيل المجموعه دي مع الاتش ونعمل الدبل بوند، لكن عند 80 درجه انت بتوقف على الهيدروجين صلفيت. كانت مهمه ساعتها واحنا بنتكلم على الالكين، وكنا سالنا عليها في الكويز اكتر من مره موضوع الهيدروجين صلفيت. فما ننساش ان درجه الحراره ال 80 بتطلع لي الهيدروجين صلفيت. فده الاجابه بتاعت السؤال اللي موجود في الورق، إيثانول مع كونك سلفوريك عند 180 درجة هنطلع ألكين. فإيثانول مع درجة الحرارة 180 درجة هنطلع ألكين، أما مع الكونك سلفوريك عند 140 درجة بنطلع إيثر الداي إيثايل إيثر، أما عن درجة الحرارة 80 فساعتها بنطلع الإيثايل هيدروجين صلفيت. فدول الثلاث معادلات اللي موجودين في الورق. اخر حاجه عايزين نتكلم عليها النهارده، لو انت عايز تعمل ديتكشن للايثانول بتاعك، عايز تفرق ما بين الايثانول وما بين اي حاجه تانيه. علشان تفرق ما بين الايثانول وما بين اي حاجه تانيه عندنا اكتر من طريقه للتفرقه، بس اشهرهم احنا هنحط البوتاسيوم داي كروميت على السامبل بتاعتي. عندي مثلا سامبل عباره عن الكحول والسامبل التاني عباره عن ايثر او الكان او اي حاجه تانيه، هنحط البوتاسيوم دايكروميت. لو اللون بتاع البوتاسيوم دايكروميت اتحول من الاورنج للجرين، معنى الكلام دوت ان انت عندك الكحول، يبقى العينه بتاعتك فعلا الكحول. اما لو اللون بتاعك اتحول من اورنج لاورنج فضل زي ما هو، يبقى انت العينه بتاعتك مش الكحول. طبعا الكلام ده يمشيش على التيرشري الكحول، لان التيرشري الكحول ما بيعملش اكسده. فلو انت عايز تتعرف على الالكحول الايثانول، احنا بنتكلم على الايثانول دلوقتي، فهنحط البوتاسيوم دايكروميت اللي اسيديفايد بالكونك سلفيوريك اسيد. اللون بتاعي هيتحول من اورنج لجرين، وكمان هناخد بالنا من الروائح، هيطلع الريحه المميزه بتاعه الاسيتالدهايد، وبعد كده هيطلع لي الفينجر اودر بتاعه الاسيتيك اسيد. فبيطلع اسيتالدهايد الاول وبعدين اسيتيك اسيد. نفس الكلام دوت هيحصل مع البوتاسيوم برمنجانيت، والبوتاسيوم برمنجانيت البيربل كولر بتاعه هيروح، البيربل كولر بتاعه هيحصل له ديس ابيرنس، وبرده الاودر بتاعه الاسيتالدهايد وبعدين الاودر بتاعه الاسيتيك اسيد. تاني طريقه ممكن نتعرف بيها على الالكحول بتاعي الاستريفيكيشن. عايز تعمل ديتكشن للايثانول بتاعك، حط عليه شويه من الاسيتيك اسيد، والكلام دوت في وجود كونك سلفيوريك اسيد علشان برضو يشيل الميه علشان يمشي التفاعل في الاتجاه بتاع تكوين الاستر. ففي الحاله ديت هيظهر لي الجود اودر بتاعه الاستر. الاستر بتبقى الريحه بتاعته حلوه، ريحه مسكره كده، ريحه شبه الفواكه او شبه الورد، ريحه حلوه بليزنت اودر او جود اودر. فساعتها انا عرفت ان انا عندي استر، يبقى انا عرفت ان انا كان عندي الكحول. فعلشان تعرف ان انت عندك ايثانول ولا لا، ممكن تستخدم الاكسده بالبوتاسيوم دايكروميت، ممكن تستخدم الاستر فورميشن. طبعا الكلام دوت غير الطريقه الثالثه بتاعت المره اللي فاتت، ان احنا نحط عليه صوديوم ميتال. ده كده يمشي على اي الكحول. لو حطيت صوديوم ميتال على اي الكحول عندك كان بيطلع لك هيدروجين جاز، والهيدروجين جاز دوت بقى اللي لو حطيت عليه ليت ماتش ستيك ساعتها كان بيفرقع ببوب ساوند. فتاني يعني الديتكشن بتاع الايثانول كايثانول بالذات كده، اسهل حاجه البوتاسيوم دايكروميت زي ما قلنا التيست بتاع الدرايفر، وكمان ممكن تعمل الاستريفيكيشن انت تفعله مع الاسيتيك اسيد ويطلع الجود اودر. فاخر حاجه موجوده عندنا في الورق في الحصه بتاعه النهارده، المعادله بتاعه الالكين وبتاعه الايثر وبتاعه الهيدروجين صلفيت. الديتكشن بتاع الايثانول بتاعي ممكن نعمله بالبوتاسيوم دايكروميت اللي اسيديفايد بالسلفيوريك اسيد، ساعتها الاورنج كولر هيتحول لجرين، يبقى انا اتاكدت ان عندي ايثانول. هيظهر لي الريحه بتاعه الاسيتالدهايد ريحه مميزه، وبعد كده يظهر لي ريحه الخل بتاعه الاسيتيك اسيد. نفس الكلام بيحصل مع البوتاسيوم برمنجانيت، وساعتها البيربل كولر هيروح، بس الاشهر بنستخدم الدايكروميت. ممكن نتعرف على الايثانول بتاع الكلام على الايثانول شخصيا.
بالاستريفيكيشن، نحط اسيتيك اسيد وجود شويه كونك سلفيوريك اسيد ووتر باث، بندفي شويه بنسخن شويه، هنلاقي عندنا الجود اودر بتاعه الاستر هتتكون، وديت ليها ريحه مميزه عامله زي ريحه الفواكه. كده خلصنا الكلام على الكحول، والمره اللي جايه هنتكلم بقى على الاروماتيك الكحول، على الاو اتش اللي على حلقه البنزين، فهنتكلم على الفينول ان شاء الله. قبل ما نقفل الكلام بتاعنا، تعالوا نفتكر بس مع بعض احنا كنا بنتكلم على ايه من اول ما بدانا على الهيدروكربون ديريفاتيفز. من اول ما بدانا الكلام على الهيدروكربون ديريفاتيفز، الحاجات اللي فيها ذرات غير الكربونات والاتشات، الحاجات اللي فيها اكسجين ونيتروجين، قعدنا نتكلم على الكلاسيفيكيشن، يعني ايه الكحول، يعني ايه استر، يعني ايه مش عارف ايه، فاتكلمنا على الكلاسات المختلفه. دخلنا الكلام بعد كده بالتفصيل على الكحول، وفي الكحول اول حصه احنا اتكلمنا عليها في الكحول كنا بنتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاع الكحول، واتكلمنا على النيمنج بتاع الكحول، تسميات اطول سلسله كربون، واتكلمنا ان احنا بنرقم بحيث مجموعه الاو اتش تاخد اقل ارقام، كلاسيفيكيشن اتكلمنا على المونوهيدريك والدايهيدريك والترايهيدريك، اتكلمنا على البرايمري والسكندري والتيرشري اللي هي اهم حاجه في المعادلات. بعد ما اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن والنيمنج بتاع الكحول، دخلنا بعد كده على البريباريشن بتاع الكحول، التحضير بتاع الكحول، الجنرال ميثود بتاعه الالكلاين هيدروليسيس، اندستريال ميثود بتاعه الهيدريشن بتاعه الالكين، واتكلمنا على الايثانول بيتحضر ازاي، وفي نفس الحصه اتكلمنا على اليوزز بتاعه الكحول، الايثانول والايثيلين جليكول وهكذا. دخلنا بعد كده في الحصه الثالثه بتاعه المره اللي فاتت في الفيزيكال بروبرتي بتاعه الكحول، اتكلمنا على الهيدروجين بوند والووتر سوليابيليتي والبويلنج بوينت، بدانا الكلام على الرياكشنات اللي كنا بنشيل فيها اتش بس من الكحول، اتكلمنا على الاسيديك بروبرتي بتاعه الكحول، واتكلمنا على الاستر فورميشن. الحصه بتاعه النهارده كملنا الكلام على الرياكشنات بتاعه الكحول لما تشيل الاو اتش في التفاعل مع الاتش اكس، اتكلمنا على التفاعل بتاع الاكسده بتاعه الكحول بتاع الكربينول، واتكلمنا على الدي هيدريشن بتاع الكحول في 180 درجه او في 140 درجه، تطلع الكين او تطلع ايثر من جزيء واحد او من جزئين. ده كل الكلام اللي احنا نقدر نقوله على الكحول في الاربع خمس حصص دول، كلهم مربوطين ببعض. الحصه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم على حاجه شبه الكحول، بس بقى لو على حلقه بنزين، لو على اروماتيك هنتكلم على مجموعه الفينول، وهنشوف ايه الفرق في تفاعلات الفينول او الكاركتر بتاعه الفينول عن الكحول. ذاكر الحصه كويس النهارده، الاسئله بتاعه النهارده هتبقى رخمه شويتين، فمحتاجه منك شويه تركيز، فنذاكر حصه النهارده كويس ونحاول نراجع على الكحول كله على بعضه علشان نستعد المره اللي جايه لجزء جديد. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كمان مره، واشوفكم المره اللي جايه على خير. شكرا وسلام عليكم.